بداية المرض كانت أعراضه صمت بين أعراض أبد، وكان شيء عادي، بس مجرد إني أحس في كتلة في صدري أتوقعت شيء عادي. غدا شهر 2/2/2022 رحت في مستشفى من المستشفيات الخاصة، طمنتني إن هذا اللي في الصدر عبارة عن احتمال كبير غدة لبنية. بعدها 2022 في شهر 9 شفت أعراض كلها تبين، وقبل أروح عند أي دكتور وأسوي أي تحليل تميت أقرب روحي أسوي بحث سيرج أعراض ورم سرطان الثدي. اضطرت أني أروح المستشفى، أرجع نفس المستشفى، وأول ما شافني الجراح قال لي ترى هذا كله واضح. ثاني يوم رحنا نسوي الخزعة وطلعت النتيجة، قال الدكتور انزل المريضة لا تدخل، أبيك أنت تدخل قبل. دخل زوجي عند الدكتور واستلم النتيجة. وكنت حالة صدمة، كنت وصدقني أنا عارف النتيجة بس كنت مصدومة. وكنت 28 سنة، الحين أنا 31 سنة. مريت في حالة اكتئاب وحالة نفسية، خلال أسبوعين بالضبط، أسبوعين تعبت وايد، بعد أسبوعين كنت أنا لازم أقوي نفسي أنا يا هالسرطان. طبعاً خلال هالأسبوعين إحنا من مكان لمكان نبي نسوي الإجراءات نعجل في الموضوع عشان أبلش العلاج، وهذا اللي أنا كنت أصنع به. فأنا قلت ليش ما أشوف تجارب الناس المرضى، دخلت يوتيوب أشوف مريض المرضى اللي تشافوا، طبعاً كنت أبي الناس الإيجابية كلهم اللي كنت أتابعهم مرضى سرطان، وشفت نسبة شفاء ما شاء الله تبارك الرحمن يمكن 70% اللي تشافوا من المرض. أخذنا التقارير من المستشفى، أنا بسافر خارج الدولة. سافرنا خارج الدولة، دخلت عند الدكتورة قالت إن تقاريركم كل شيء واضح، يعني كل شيء واضح، والخطة اللي هم قالوها لكم ترى الخطة يعني زينة، ويعني لو سويتيها. سويت العملية، قعدت من العملية، أنا بخير الحمد لله. قلت حق الدكتورة ستوب، خلاص بوقف، أبي تقاريري والعملية اللي سويتها كل الإجراءات، أنا برجع الدولة، لأن الكلام اللي قلتي لي إياه ترى هناك قالوا لي وردنا الدولة.